أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول في سؤال له: بالنسبة للدعاء، إذا دعا الإنسان أن يكشف عنه ضر أو أن يفرج له كربة، واستمر هذا الأمر عدة أيام وعدة شهور ولم يستجب له، هل في عقيدته خلل؟ لا ييأس ولا يقنط من الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إلى وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وإذا دعا المسلم بدعوة فإنه لا تضيع عند الله، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخر له أحسن منها، وإما أن يؤجلها لعلمه أن ذلك خيرا له، أن ذلك خير له في مستقبله. يكل الأمر إلى الله، والدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. نعم.